وننتقل مباشرة إلى لندن. ينضم إلينا من هناك سيد مازن السديري، رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال. أهلا بك معنا سيد مازن، وشكرا على حضورك. إذا ما قيمنا حتى الآن، 5 بنوك بالقطاع المصرفي السعودي أعلنت عن نتائجها بالنسبة للربع الثاني والنصف الأول. قراءتك للنتائج حتى الآن، لأنه كل متوسط التوقعات كانت تشير إلى تراجع بالأرباح يمكن بالنسبة للقطاع المصرفي بقرابة 2%. إلى أي مدى جاءت النتائج للخمسة بنوك المعلنة متوافقة مع توقعات الاستثمار كابيتال؟ أغلبها الحقيقة جميعها، أولا شكرا استضافتكم أستاذة ميساء في قناة سي بي سي، ثانيا جاءت أغلبها، جاءت جميعها باستثناء مصرف واحد، جاءت جميعها قريبة من توقعات الاستثمار كابيتال. الحقيقة أننا لما ننظر نتائج نتأمل في 3 أشياء: معدلات النمو لا تزال إيجابية طبيعية، يوجد تباطؤ لكن معدلات النمو ترجح حتى الآن ممكن تنهي السنة معدل نمو بين 5 و6% على أساس سنوي، على أساس ربعي نرى نمو بحدود 1.2%، وهذا نمو جدا إيجابي. لكن نرى أيضا ملاحظة غريبة الآن، نلاحظ الآن ارتفاع الأصول وانخفاض الودائع. صحيح. هذا الشيء واللي قاعد يساعد البنوك أنها تعطي بعض القروض، هذا مؤشر أنه ساما قاعد تدخلت وقاعدة تقرض تساعد البنوك لاستمرار التنمية عندنا ودعم عملية الاقتراض ونمو البنوك. الآن قاعدين نشوف أغلب البنوك السعودية الودائع للقروض قاعدة ترتفع، يعني الفرنسي ارتفعت من 88% 93، بنك الرياض فوق 93%، السامبا من 74 إلى 76، البلاد إلى 84%، فهذه كلها الأهلي أيضا إلى 84%، هذه كلها مؤشرات أنه قاعدة ترتفع عند البنوك. انخفاض الودائع لا يزال مقلق، لكن هل سيستمر انخفاض الودائع؟ المؤشر له هو الحقيقة أسعار البترول، بحيث أننا تأخر الدفعات على المستثمرين أو على المقاولين أنها مؤشر لها ارتفاع البترول. حتى الآن متوسط توقعات نمو أسعار البترول إيجابي لكن ليس عالي. نعم. لذلك لا نتوقع عودة كاش كبيرة أو أن نحل مشكلة الودائع قريبا، لكن لا نتوقع أيضا تستمر بالنزيف لها. طيب. وتدخل سامة مطمئن نوعا ما إذا كانت سامة، لكن هذا ما نرجحه. إذا حكينا عن وضعية البنوك، يعني ممكن البنوك يكون في عوامل أخرى البنوك حتى أستاذ مازن، هذا ما أخذ، هل يعني نعني أنه عملية تراجع الودائع فقط مرتبطة بعملية السحوبات للحكومة لسد العجز، أم قد يكون هناك عوامل أخرى لتراجع هذه الودائع؟ لا أجد عامل يعني مسبب آخر لنزول الودائع أكثر من ذلك، يعني لا أجد مسبب. يعني ارتباط الريال بالدولار قوي حتى الآن، ثابت قدرتنا على التماسك الارتباط فيه، فرص التنمية موجودة، ما يوجد سبب مخيف يعني لخروج هذه السيولة. العام الماضي ما جت توضيحات الحقيقة، تأخرت للأسف مؤسسة النقد وضع السنة هذه، نرى مؤسسة نقد بإداراتها الجديدة الحقيقة أكثر نشاط، أكثر قرب من الناس، ولاحظنا عودة سيولة أيضا. السوق السعودي ارتفع من فبراير نسبة كبيرة، الثقة ارتفعت، برضو ظهور الرؤية، إيش عدة نقاط الحقيقة، التصريحات اللي جاءت خصوص الولايات المتحدة مؤخرا، كلها البحثوث التحقيقات 11 سبتمبر كلها رفعت الثقة الحقيقة مؤخرا في السوق في الاقتصاد عندنا، هذه كلها أشياء إيجابية. فأنا ما أعتقد أنه في سحوبات إلا ترجع لأسباب الإنفاق الحكومي لا أكثر ولا أقل. لكن برجع لأرباح البنوك، نتوقعاتنا أن جميع الأرباح راح تحافظ، يعني حركة المكررات أنها منخفضة، مستوى المكررات المنخفض أعتقد سيبقى، لكن هناك لاحظ تباين، مثلا نتوقع الفرنسي أن يحقق أرباح على آخر السنة 3.2 ريال، بالتالي يكون مكرر على سعر اليوم 7.1، ونجد بنك شبيه له بكل كثير من التفاصيل نسبيا، يعني شبيه له مثل بنك الرياض، راح يحقق أرباح 1.37 لكن مكرر على آخر السنة هو في حدود 8.4، فنجد هناك تباين، أعتقد في فرص مس برايسنج في القطاع. طيب. البنك الأهلي الحقيقة لاحظنا فيه ارتفعت المخصصات عن توقعنا قليلا، لكن البنك الأهلي الوضع جيد ونمت القروض فيه على مدار سنة 14%، فهذا طبيعي ترتفع فيه المخصصات نسبيا. أيضا نسبة القروض الودائع عنده 84%، وهذا يعطيه سبير كاباسيتي لاستمرار الإقراض مستقبلا. نعم. طيب لنعود لموضوع القروض، لأنه في تساؤل. نعم، أتحدث هنا عن القروض، يعني الضوابط الجديدة بالنسبة للقروض العقارية برأيك كيف كان انعكاسها على القروض لدى البنوك بهذا الربع أستاذ مازن؟
لا يوجد لدي تفاصيل، لكن حسب آخر نشرات سامة نجد أهم أربع قطاعات الحقيقة هم البناء والتشييد، اللي أعتقد أن عملية إعادة تمويل ما يحدث، ليس نمو حقيقي يعني كبير. وقطاع التجاري هناك نمو كبير جدا في القطاع التجاري لاحظنا، وأيضا هناك في البنية التحتية كانت أبرز القطاعات اللي حدثت فيها معدلات نمو. القطاع الأفراد توقعنا لم نرى فيه معدلات نمو مرتفعة، فتأثير القطاع العقاري ليس كبيرا حتى الآن. نعم. القطاع الصناعي أهم منا أيضا، آسف، هو القطاع الرابع اللي لاحظنا فيه معدلات نمو. طيب نعود لموضوع التوزيعات، يعني اليوم هل هناك عم تسمعني سيد مازن بوضوح؟ نعم أسمعك. نعم نتحدث عن التوزيعات المرتقبة بالنسبة للبنوك، إلى أي مدى رح تتوافق مع سياستها السابقة يعني في ظل استمرار انخفاض الودائع برأيك؟ وأيضا أنت ذكرت أنه هناك في نمو بالأصول لكن الودائع ما زالت، هل سيكون هناك تغيير بالاستراتيجيات للعمليات التوزيعية؟ هو في شيء إيجابي نسيت أذكره، لم نلاحظ ارتفاع في المخصصات عام، ارتفاع عام ما فيه، كل بنك يكون عنده ارتفاع بشكل استثنائي، هذه من زمان، منذ كانت أسعار البترول $130 ونحن نراها. ارتفاع التوزيعات فعلا لا أعتقد هناك ارتفاع في التوزيعات راح يكون، يعني راح تميل البنوك أكثر لتعزيز رأس المال لديها أفضل فعلا، أكثر من ممكن نلاحظ بعض البنوك بالذات ذات الرافعة العالية أنها تميل لتقليص التوزيعات مستقبلا، لكن حتى الآن هذا لا أتوقع أن نراه في هذا العام، ممكن نراه في العام القادم، لكن برضو يعتمد وضع سياسات أسعار البترول، راح تظهر ترسم يعني وضع أسعار البترول راح يرسم يعني نوعا ما شيء من الاطمئنان أو شيء دفع السيولة مستقبلا. لكن أرجع أقول أن توقعات ارتفاع أسعار البترول ليست عالية كمتوسط ال 30 محلل حقيقة أخذتهم، ليس توقع من عندي بال 30 محلل يعني في حدود من 46 ل $53، فالارتفاع ليس كبيرا الحقيقة. طيب. فهو ممكن يخفض عملية نزول الودائع أكثر ما أتوقع أن تنحل مشكلة أن ترتفع نسبة الودائع. طيب ماذا عن مكررات القطاع المصرفي إذا ما قررناها بمكررات السوق؟ وأميل فعلا لعدم ارتفاع التوزيعات. راح تستمر منخفضة، لكن أقول لك أنه في مس برايسنج يعني بين بعضها، في فرص استثمارية كما ذكرت قبل قليل، يعني مثلا مصرف كما مصرف الفرنسي متشابه بالنسبة مع الرياض، مكرر المستقبل نرى أقل يعني 7.1 في حال تحقيق الأرباح. البنك الأهلي حتى الآن نتوقع أن تكون مكررة نهاية السنة 8.3، بنك سامبا أقل من 8 7.6، وسامبا أيضا الرافعة المالية جدا في قروض الودائع جدا منخفضة 76%، سبير كاباسيتي عنده عالية لاستمرار النمو. فهذه كلها أشياء تدعم نلاحظ أنه يكون في مكررات في مس برايسنج، يعني في بنوك متشابهة بعضها وبعضها مرتفع المكرر منخفض، لكن هل ترجع إلى مستوى 10؟ لا أتوقع، يعني أتوقع ستبقى البنوك على مستوى مكررات 8 و9 على الأسعار الحالية، ومستقبلية 8 إلى 7.5. طيب سؤال أخير عن يعني تأثير النتائج الآن على تفاعل السوق، يعني حتى الآن لم نرى مكاسب كبيرة مع إعلان 5 مصارف قد تكون لها الثقل الأكبر. صحيح. بالنسبة للسوق أستاذ مازن، السوق يعني ما الذي ينتظره؟ هل ما زال بانتظار يمكن قطاع البتروكيم وسابق تحديدا حتى يتحرك بالاتجاه الصاعد؟ هو البنوك التي أعلنت، البنوك الخمسة التي أعلنت تشكل 50% من حركة الأقراض في 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 مجموعة في اقتصادنا. البنوك ارتفعت بنسبة 1.4% من بداية العمل بعد الإجازة العيد. ماذا ينتظر السوق؟ السوق طبعا حتى الآن حذر، الأسباب ليست فقط ترتبط في سوقنا، الأسباب عالمية، حتى متابعة الاقتصاد العالمي برضو، تغير سعر التداول الآن البروكرج فيه ودرجة السيولة اللي راح تصير في السوق، هذه كلها عناصر صنعت حذر مؤقت. دائما لاحظ السوق إلى بعد النتائج بأسبوع يبدأ السوق يتشكل يعيد توازنه مرة أخرى، وفي انتظار إن شاء الله وضع رسم جديد، لكن لا أتوقع نمو عالي، أتوقع نمو لكن ليس عالي في القطاع. نعم، وشكرا جزيلا لك سيد مازن السديري رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال، كنت معنا مباشرة من لندن.